الرخاء. يا دكتور لو سمحت بعد هذا الفاصل علشان نقدر نوصل لحضرتك قلت مجموعة من أو حزمة من التصليحات والإصلاحات التشريعية. هذه الإصلاحات التشريعية وهذه الأشياء اللي قمتم بتصليح بعض القوانين والتشريعات كان هدفها في المقام الأول العدالة ما بين المستثمر ما بين العامل صاحب العمل وما إلى ذلك. نحب نتكلم عن أهم هذه الإصلاحات التشريعية من فضلك. والله هو في الحقيقة اللي خاضع النهاردة للنظرة بالفحص عشان خاطر يتم إصلاحه هم مجموعة من القوانين. القانون الأول المطروح هو القانون رقم 8 لسنة 97 والخاص بالاستثمار، وده مش مرتبط بالاستثمار الأجنبي، ده مرتبط بالاستثمار الأجنبي أو الاستثمار المحلي، وده زي ما كنا بنتكلم مرتبط بأن احنا نوفر من خلال القانون الجديد أو من خلال التعديلات اللي هتتم إن شاء الله مناخ أفضل للمستثمر متمثل في حوافز جديدة وضمانات جديدة لاستثماره في مصر، متمثل أكتر في التوسع في إنشاء مجموعة كبيرة من المناطق الحرة، متمثل أكتر في إن إحنا هنكفله إزاي من الدولة فعلا حماية حقيقية تساعده على تحقيق النجاح، وده كان يعني على رأس الأولويات بتاعة الإصلاح التشريعي. بالإضافة للقانون ده ففي قوانين أخرى محل دراسة، وطبعا من ضمنها القانون التجاري وهو القانون اللي بينظم كافة المعاملات التجارية. وخلينا نتوقف عند القانون التجاري، وأنا في نقطة عايز أشير ليها بما إن الموضوع مطروح للحوار المجتمعي. أنا في مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا يا جماعة في عقود نقل التكنولوجيا أو عقود نقل النو هاو، إن في نص في التشريع التجاري المصري بيفرض على مورد التكنولوجيا اللي بينقل لنا التكنولوجيا انه يجب انه لو حصل منازعه ما بيننا وما بينه على عقد نقل التكنولوجيا يجب ان المنازعه دي يتم التحكيم فيها من خلال جمهوريه مصر العربيه من خلال القانون المصري. وفي الحقيقه ده عامل طارد كبير جدا لموردين التكنولوجيا العالميين. ما يجبش ان حضرتك تيجي تفرض عليه النهارده انه عشان يوفر لك النو هاو او يوفر لك التكنولوجيا تختار له المحكمه بتاعتك والقانون بتاعك. هو طبعا عنده عدم درايه باللغه العربيه وبالتالي عدم فهم لكثير من ابعاد القوانين المصريه، وده بيكون من سببه ابتعاد كتير من موردي التكنولوجيا عن ان هم يوصلوها لنا بالفعل هنا في مصر. فاحنا بنرجو من لجنة الاصلاح التشريعي ان هي تنظر للامر ده بعين الاعتبار. بالاضافة للقانون الخاص بالقانون التجاري في قانون اخر هو قانون المحاكم الاقتصادية. قانون المحاكم الاقتصادية هو قانون رقم 120 لسنة 2008. القانون ده لما صدر عشان ييسر على المتقاضين في منازعات الاستثمار او في المنازعات التجارية اجراءات التقاضي، ييسر عليهم مسألة السنة والسنتين والثلاث سنين اللي بتخضع لها القضايا العادية، فكان ده من خلال تشكيل دوائر متخصصة في المنازعات الاقتصادية. لكن للأسف ان ده ما عممش، ما تمش تعميم القانون ده على كافة المنازعات الاستثمارية او التجارية، لا تم اختيار مجموعة معينة من الحالات بس هي اللي بتخضع لحكم المحاكم الاقتصادية. احنا بنتمنى التوسع في هذه المجموعة بمعنى اكتر وضوح. على عقد التكنولوجيا اللي احنا كنا بنتكلم عليه، عقد التكنولوجيا يخضع في اختصاصه النووي القضائي للمحكمة الاقتصادية، لكن تعال بص على عقد التوريد في القانون التجاري لا يخضع للمحكمة الاقتصادية. يعني انا اذا ما بيني وما بين مورد واحد عقدين منهم عقد توريد وعقد نقل تكنولوجيا، انا هفاجئ ان لو في مشكلة حصلت وعايز ارفع قضية ان قضية منهم هتتنظر في المحكمة الاقتصادية، انما القضية التانية بتاعت عقد التوريد هتنظر قدام المحاكم العادية. وده نتيجة ان القانون بتاع المحاكم الاقتصادية مش شامل كافة المنازعات. فالقانون ده برضو محل تعديل النهاردة عشان ندخل من تحت غطائه اكبر قدر من المنازعات المتعلقة بالاستثمار، عشان المناخ التشريعي ده جزء مهم جدا بالنسبة للمستثمر الاجنبي. لازم المستثمر وهو موجود عندنا في بلدنا يبقى عارف ان في عدالة ناجزة. لو حقه ضاع في اي لحظة يقدر انه من خلال القانون ومن خلال العدالة يحصل على حقه. انما انا انهي فهم اللي انا اقوله لحضرتك ان انت عشان تاخد حقك انت مضطر تنتظر سنة او اتنين او تلات سنوات.